تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق الأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أبتدي بالترحيب فريق العمل أو حتى بتذكيركم بأرقام التواصل، نتقدم كصحة صحة الهيئة بدبي بخالص التعازي إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحكام الإمارات والشعب الإماراتي عامة بوفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، اللهم آمين. مستمعينا، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، وفي التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون طبية وصحية وتتنوع من الفقرات التقذوية وكذلك الفقرات الطبية. ومثل ما عودناكم أول شيء بتكون فقرتنا التوعوية، وبنتكلم أكثر عن دور التغذية في الوقاية من السكتات الدماغية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. أستاذة ريهام، قبل ما ناخذ التغذية بنتكلم مع أسماء وبتخبرنا بدردشة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها لليوم. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. بداية نقدم بخاصة تعازي مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحكام الإمارات وشعب دولة الإمارات بوفاة المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سأل المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزقه فسيح جناته. نتكلم في بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، هاي كان أبرزها الوسم، وسم سلطان بن زايد سيتصدر الأوسمة الترند في دولة الإمارات. أيضا من بعض الأشياء اللي نحن كنا نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي، أن أمس كان في افتتاح لي يعني يسمونهم مؤتمر الاتحاد الدولي إدارة المعلومات الصحية في نسخة 19، وهي الأول ما تصير دولة الإمارات. نعم. حاليا نحن موجودين في منتدى التعليم الصحي، التعليم الصحي الكندي، وهو تعاون بين يعني بين هيئة الصحة والمؤسسات الصحية التعليمية اللي في كندا، وهو يعني من ضمن الورش اللي تصير بشكل مستمر. ممتاز. أيضا نحن يعني من ضمن حملاتنا التوعوية نحن مركزين على يعني الغدة الدرقية وغيرها من الأمور. ونحن بس نحب نقول للموجودين يا جماعة حملة دمي الوطني تم إطلاقها من كم من يوم، ونحن ندعو الجميع بالتبرع بالدم، لأنه يعني كل شخص قادر على إنقاذ حياة ثلاث أشخاص. فموضوع التبرع بالدم مش موضوع بسيط، يعني ممكن واحد يقول له هو دم لها، لكن ممكن يعني في شخص ممكن يدفع اللي قدامه واللي وراه عشان يسلم. صحيح. يعني هاي الأشياء لا تشترى بالمال مثل ما يسمونها. يعني إلا عند القدرة على التبرع بالدم يتوجه لمركز التبرع بالدم. وأيضا نحن كهيئة الصحة راح نعلن اليوم
في قنوات التواصل الاجتماعي عن الأماكن اللي فيها الحملات الميدانية اللي بتكون خارجية لتبرع بالدم. إذا كنتم موجودين في أي من هالمراكز ترمون سيرون وتتبرعون بالدم. ونختمها برسالتنا الصباحية اللي تقول احرص على أن تكون بصحة نفسية جيدة، فذلك ينعكس بشكل كبير على إنتاجيتك. دائما الحالة النفسية والحالة الصحية النفسية ممكن تأثر في وايد أشياء، فنحن دائما حاول كثر ما تقدر أن تكون سعيد تكون إيجابي. الإيجابية هي طريقة فكر وليست بس مزاج أو مود. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا خلصنا فقرتنا في دردشة السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها لليوم، ونرجع لفقرتنا التوعوية. واليوم موضوعنا جدا مهم، اللي هو دور التغذية في الوقاية من السكتات الدماغية. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. صباحك الله بالخير أستاذة ريهام. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا. طبعا كلنا عارفين أستاذ ريهام يعني التغذية لها دور كبير سواء في الوقاية أو سواء خلال فترة علاج الشخص اللي مصاب بأي مرض، فحابين نتعرف أكثر عن دور التغذية في الوقاية من السكتات الدماغية. صباح الخير. اليوم موضوعنا صحيح عن دور التغذية في الوقاية من الجلطات أو السكتات الدماغية. طبعا التغذية السليمة والمتوازنة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية لها دور كبير في الوقاية من العديد من الأمراض من ضمنها السكتات الدماغية. كنصيحة أولى يعني بننصح الأشخاص دائما بالمحافظة على مستويات ضغط الدم تكون بالمستويات الطبيعية. زي ما بنعرف أنه ضغط الدم أو ارتفاع عفوا ضغط الدم يسمى بالقاتل الصامت، لأنه أوقات ما بيكون له أعراض. صحيح. يعني ممكن ما يكون في أعراض للأمراض الثانية اللي أنا أعرف أنه أنا عندي ضغط دم مرتفع أو لا. فالمفروض أن أحافظ على ضغط الدم يكون في المستويات الطبيعية، سواء من ناحية الأدوية بالمراجعة مع الأطباء، من ناحية الغذاء في نظام حمي إحنا بنسميه داش دايت، دايتري أبروتش تو ستوب هايبرتنشن، أو الممارسات الغذائية للمحافظة على ضغط الدم بصورة طبيعية. نعم. من ضمنها الإكثار من الفواكه والخضار والألياف بمعدل يعني لا يقل ممكن عن 4-5 حصص. الابتعاد عن إضافة الملح للأكل زي ما في بأكلنا العربي، يعني نبتعد عن الإضافات الزيادة، لأن أغلب الخضار تحتوي على صوديوم أو تحتوي على ملح بصورة طبيعية. صحيح. فما في داعي للإضافات الزيادة من الملح أو مثلا الدريسنج والصلصات الزيادة اللي بتكون فيها نسب أملاح عالية. فبصورة أساسية هو ضغط الدم نحافظ عليه بمستويات طبيعية، بلعب دور أيضا في الوقاية من الإصابة بهذه السكتات الدماغية. نقطة ثانية، المحافظة على وزن طبيعي. الناس اللي عندهم زيادة بالوزن أو سمنة بيكونوا معرضين للإصابة أكثر من الناس اللي بتكون أوزانهم يعني صحية. في مؤشر كتلة الجسم اللي هو البادي ماس إندكس، هذا المنقيس بمقدار مثلا الوضع الطبيعي المفروض يكون من 18.5 ل 24.9 اللي هو يعني بنقيسه بالوزن على مربع الطول، فبيعطينا رقم. هالرقم فيه له مؤشر انا معناها وزن طبيعي او زيادة وزن او عندي سمنة، فلازم نحافظ على الرقم هذا بحيث يكون وزن من ضمن المعدل الطبيعي للوزن اللي هو قلتيها من 18.5 عشان نعرف المستمعين فيه، اللي هو كتلة الجسم هي من 18.5 إلى 24.9. هذه هي كتلة الجسم اللي تكون يعني الطبيعية. الطبيعية إذا زادت عن 24.9 لحد 30 أو 29.9 هاي معناها الشخص عنده زيادة بالوزن. أكثر عن هذا الرقم معناها المريض يكون عنده سمنة. أو ممكن نبسطها، إذا أنا طولي مثلا 170 نشيل منهم 100 يتم عندي 70 بلس ماينس 5، يعني الوزن الطبيعي بده يكون من 65 ل75 تقريبا. هذه بصورة عامة حتى نبسطها ونسهلها. فلما بحافظ على وزن طبيعي بتكون يعني فرصة اني اتعرض للجلطات او للسكتات الدماغية بتكون اقل. ممتاز.
أيضا كمان مستويات الكوليسترول الطبيعية اللي المفروض نحافظ عليها دائما، نبتعد عن الأكل الدهني المقالي، الأكلات الجاهزة هاي المصنعة اللي بتكون فيها نسب عالية من الأملاح ونسب عالية أيضا من الدهون. نعم. بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بتؤدي إلى السمنة، تصلب الشرايين، الجلطات والسكتات الدماغية. فهي بصورة عامة الأغذية الصحية السليمة، يعني يكون في يومي لازم من 3-4 حصص مثلا من الفاكهة والخضار، نبتعد عن الأكل المقلي والدهون، نركز على الأغذية العالية بالألياف مثلا الخبز الأسمر، العيش الأسمر، نشرب كمية كمان كافية من الماء، ناخذ البروتين بصورة جيدة، خاصة البروتين اللي هو اللي هي مثلا من اللحوم البيضاء زي السمك والدجاج، ونخفف من اللحوم الحمراء العالية بالدهون. نعم استاذ ريهام، يعني تفضلي تفضلي كملي استاذ ريهام بخصوص. فباختصار هي دائما التغذية المتوازنة، نحافظ كمان ايضا على نقطة مهمة، الرياضة. نعم هذا يعني دور كبير، له دور كبير كذلك. يعني نفسيا وصحيا كذلك، مو بس بنقول صحيا وجسديا، حتى نفسيا. صح صح، يعني التوصيات مش اقل من 150 دقيقة في الاسبوع، يعني لو وزعناهم على طول الاسبوع تقريبا نص ساعة في اليوم، يعني اخصص نص ساعة في ال 24 ساعة على ممكن لممارسة المشي للرياضة، بتنشط الدورة الدموية زي ما تفضلتي، بتعدل حتى النفسية والمزاج، بالإضافة للفوائد الصحية الأخرى أيضا. صحيح. أستاذ ريهام، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا خلال البرنامج. طبعا بتمنى الصحة والسلامة للجميع، ويعني إحنا من خبرتنا مع المرضى اللي بصابوا بالسكتات والجلطات الدماغية، بيكون يعني بتأثر كل حياته النفسية والاجتماعية والصحية والجسدية. ففي طرق أو في أسباب إحنا صعب نعمل عليها كنترول، ممكن عامل وراثي أو جيني، بس في أسباب ممكن أنا أو عوامل ممكن أنا أعدلها وأحمي حالي من الإصابة بالجلطات، ومن ضمنها التغذية السليمة والتوازن زي ما تكلمنا. صحيح صحيح، الأشياء كلها تلعب دور في الوقاية كذلك من مو فقط السكتات الدماغية، كذلك من أمراض كثيرة يعني مزبوط. يتعرض لها الشخص نفسه. صحيح 100%. صحيح. الأستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مستمعينا، هذه كانت فقرتنا التوعوية، وتكلمنا عن دور التغذية في الوقاية من السكتات الدماغية. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بنتكلم عن عمليات الليزك، وبنتكلم عن الخبر اللي كان يوم أمس اللي طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة بتحذير على لسان مسؤول سابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من عمليات الليزك اللي يخضع لها الكثيرون لتصحيح بصرهم، داعيا إلى وقف هالجراحات نهائيا، رغم أنه كان أحد من صوتوا بالموافقة عليها في تسعينات القرن الماضي. وحسب دراسة استقصائية أجرتها إدارة الأغذية والعقاقير، وجدت أن أكثر من 95% من المرضى اللي خضعوا للجراحة كانوا راضين عن نتائج العملية اللي وافق عليها المسؤولون الفيدراليون عام 1998. وتستخدم جراحة الليزك نوع خاص من الليزر لإعادة تشكيل القرنية لتحسين قوة تركيز العين وفقا لإدارة الأغذية والعقاقير. وللحديث عن هالموضوع يسر ما يكون ويانا عبر الهاتف الدكتور هاني سكلة، استشاري طب وجراحة العيون بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور هاني. أهلا، صباح الخير. وصباح الخير السادة المستمعين. صبحك الله بالخير ونور السرور دكتور هاني. طبعا كنت معانا في استضافة في الأسبوع السابق، وتحدثنا كثير عن العمليات اللي تجروها في مستشفى دبي، وواحدة من أكثر العمليات كذلك اللي هي عملية الليزك لتصحيح النظر. وطبعا سمعت بالتأكيد دكتور عن هذا التصريح المتعلق بعمليات الليزك، فحابين نتعرف على تعليقك على هذا الخبر. الخبر اللي اتنشر عندنا في الصحف العربية لا يمثل الخبر الأصلي بصلة،
وأنا بعت لوسائل الإعلام الخبر الأصلي على لسان المسؤول السابق في إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية. الموضوع أولا هو إن في الخبر الأصلي ذكرت كلمة الليزك مرة واحدة وكان مكتوب الليزك سمايل. فالمسؤول السابق كان بيتكلم عن آخر تقنية ظهرت في آخر كم سنة. نعم. وليس الليزك اللي هو واخد الـ FDA approval من سنة 98 وعد عليه 21 سنة وهو اليوم يعد أكبر وأكثر عملية بتجرى بشكل يومي في العالم، حوالي 5 مليون مريض في السنة بتتعمل له هذه العملية بمنتهى الأمان والنجاح. فبالتالي هو كان بيتكلم عن آخر تقنية ظهرت وانتشرت، ده من وجهة نظره مش من وجهة نظري أنا شخصيا، من وجهة نظره اللي هي التقنية اللي اسمها سمايت. وكان من وجهة نظره أن التقنية الحديثة ظهرت منها مضاعفات لسه الأطباء ما يعرفوش سبب حدوثها، والأخطر أن ما يعرفوش طرق مواجهتها وعلاجها. فلما حصل أن في الولايات المتحدة مريضة تم إجراء هذه العملية لها ولمدة شهر كانت بتعاني مهانة شديدة جدا أدت إلى أنها للأسف يعني قضت على حياتها، فبالتالي الموضوع أثير. فهو كان رأيه أن التقنية الأخيرة من الليزك ما كانش المفروض أنها تاخد بالسرعة دية الـ FDA approval بناء على أنها تطور من تطورات الليزك، لأنها لا تمت العملية الليزك بصلة وما ينفعش ربطها باسم عملية الليزك أساسا، هي تقنية مختلفة تماما. فبالتالي محتاج أنها تدرس أكتر من كده، ومحتاج يتعرف إيه أسباب المضاعفات، مين المرضى اللي مناسبة ليهم ومين المرضى اللي غير مناسبة ليهم، في حال حدوث مضاعفات إزاي هنقدر نعالجها. لكن إحنا في الوقت الحالي التقنية الحديثة ديت لما بتحصل مريض بتكون عينه واضح شكلها ان ما فيهاش اي مشكله، لكن المريض مش شايف وفقط ممكن لحد 70% من بصره، ويقف الاطباء عاجزين مش عارفين يرجعوا له بصره ازاي. فبالتالي هو ده كانت وجهه نظره. وفي الخبر الاساسي اللي برضو انا وزعته على وكالات الانباء، الاف دي اي الجمعيه الامريكيه للاغذيه والادويه نفسها أعلنت غير مسؤوليتها عن تصريح مسؤولها السابق، وأكدت على أن تقنية الليزك فعالة وآمنة. وكمان في الخبر الأصلي موجود تعليق الأكاديمية الأمريكية لتصحيح عيوب الإبصار والمياه البيضاء، الجمعية اللي اسمها أسكرز، بتتبرأ تماما من تصريح المسؤول السابق في الـ FDA، وبتؤكد أن في آلاف الدراسات اللي بتؤكد فعالية وأمان عملية الليزك. بعد هي بدأت في أوروبا بنتكلم من سنة 93-92، يعني عندنا 27 سنة، فترة طويلة. ففي عشرات الملايين من الناس اللي عاملين هذه العملية. لو كانت هي زي ما ذكر الخبر بتؤدي إلى فقد البصر و30% مضاعفات، كانت انتهت من زمان زي أجيال سابقة في محاولات تطوير وتصحيح النظر. نذكر منها مثلا عمليات التشريط، ظهرت فترة معينة ما انتشرتش في العالم كله، كانت في بلاد محدودة جدا وكانت مضاعفاتها مزعجة لدرجة أنها ما خلتش التقنية تنتشر، وانقرضت بظهور الليزر إكزايمر والليزك. أنا أحب أطمن المستمعين أن الليزك آمن جدا، وأكيد كل واحد في عيلته حتى عمل العملية دي وسعيد أنه تخلص من على الأقل العدسات اللاصقة. صحيح. لأن العدسات اللاصقة زي ما بتقول الـ FDA المنظمة الأمريكية للأطعمة والأغذية الأدوية والأغذية، أن مضاعفات العدسات اللاصقة 200 مرة مضاعفات عملية الليزك وعملية تصحيح النظر. الحاجة اللي أحب أقولها إن الناس يجب أن تنتبه برضو، مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن عملية الليزك خالية من المضاعفات. عملية الليزك زيها زي أي تدخل جراحي، زيها زي أي علاج طبي، زيها زي أي حاجة في الحياة ممكن يكون لها مضاعفات وأعراض جانبية. حدوث الأعراض الجانبية أو المضاعفات من الممكن بسهولة الطبيب
يعني متخصص في هذا النوع من أنواع الجراحات نعم. أن يمنحها ويتنبأ بحدوثها ويختار أمامه تقنيات كثيرة جدا تمنع الآثار السلبية لعملية الليزك إذا أجريت على مريض غير مناسبة له، لأن في الأساس الفحص كله هدفه هو نعرف المريض اللي ينفع له عملية الليزك ولا المريض ده لا تصلح له عملية الليزك. يعني هذا مو بكل مريض تنفع له عملية الليزك كذلك. 100% ده دور الطبيب. فدكتور شو هي الحالات أو شو هي الحالات أو شروط والمعايير اللي تحطونها في بالكم قبل إجراء عملية الليزك لأي مريض ييكم يحتاج هذه العملية أو يطلب هالعملية هالنوع من العمليات؟ طبعا يجب ان يكون مقاسه ثبت بقاله فتره، يعني على الاقل سنتين مقاسه ثبت ما بيتغيرش. النظر نفسه يعني لازم يكون السن ده عدى مرحله عمريه 18 لحد 21 سنه. نعم. وبنشوف مقاسه نوعه ايه، هل هو قصر نظر هل هو طول نظر، لان كل حاجه ليها سن معين وطريقه معينه في القياس عشان نعرف هي لسه هتستمر التغير في نظره ولا ثبت، هل هو ذكر أم هل هو أنثى، هل الأنثى أليسة متزوجة، هل متزوجة عندها أولاد ولا ما عندهاش أولاد، كل ده بيغير في احتمالات تغير النظر بعد العملية. نعم. تاريخ المرض في العيلة أهم مرض لازم نسأل عنه، مرض اسمه القرنية المخروطية إذا كان موجود في أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية. نعم. إذا كان المريض عنده أي مشاكل أخرى في عيونه أهمها الحساسية والحكة في العيون أو أي أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط العين، مشاكل في الشبكية، أطراف الشبكية، ضعف في الشبكية، جفاف قبل العملية، التهابات في الجفن مزمنة، كل الأمور دي يجب أن احنا نستبعدها قبل اختيار المريض. ثم أهم حاجة آخر شيء اللي هو النسيج اللي احنا هنقوم بإجراء العملية فيه وهو قرنية العين. نعم. يجب ان قرنية العين نقوم بإجراء دراسة لها توموغرافية والتوموغرافية يعني نشوف سمكها، توزيع السمك فيها، شفافيتها، عدم وجود اي سحابات، عدم وجود اي ارتفاعات داخلية في القرنية تقول لنا ان لو المريض ده اجرى عملية الليزك ممكن تتطور اموره ويصاب بمرض القرنية المخروطية الخطير. نعم. واحب برضو اطمن الناس ان لو في حالة اصيب المرض المريض بهذا المرض وهو القرنية المخروطية فهناك اليوم من العلاجات الكثيرة جدا لاستعادة مظهره بمنتهى السهولة. ممتاز. لكن بنشوف كل الامور اللي ذكرناها دي واهمها طبعا قرنية العين وطوموغرافيتها وتوموغرافيتها حتى نقرر إذا سمك القرنية بيسمح بإجراء عملية الليزك يبقى ممتاز، إذا لا يسمح بنشوف هل درجة المريض من قصر النظر مثلا لو هي أقل من 5 درجات ممكن بنعمل له تقنيات من الليزر السطحي، في حاجات اسمها PRK، في حاجات اسمها ستريم لايت، في حاجات اسمها Advanced Surface Ablation. نعم. كل الأمور ديت ممكن كبديل عن عملية الليزك، وبتكلم المريض برضو بيشوف زي ما يكون عمل عملية ليزك بالظبط. أما المرضى اللي عندهم قصر نظر عالي. نعم. أكثر من 9 درجات فدول بنحتاج أن احنا نحن لهم عدسات داخل العين، بنبعد خالص عن قرنية العين وبنحن عدسة فوق العدسة الأصلية، عملية برضو بتجرى تحت بنج موضعي. نعم. ونترك القرنية تماما وبننقل خطة العلاج إلى جزء آخر من العين. دي الأمور اللي يجب أن ينتبه لها الطبيب والمريض، وليس هناك شيء اسمه أن التقنية دي ظهرت النهاردة يبقى هي بتاعت النهاردة دي أحسن من بتاعت امبارح أو بتاعت امبارح أحسن من بتاعت أول امبارح، هذا خطأ كبير. الحقيقة أن هو كل مريض تصلح له تقنية، في مرضى تصلح لهم جميع التقنيات بتاعت النهاردة أو بتاعت امبارح أو بتاعت أول امبارح، وفي مريض لا تصلح له سوى تقنية واحدة بغض النظر بقى عن هذه التقنية هي ظهرت إمتى. نعم. فالاندفاع وراء المضاد وراء الصيحات صحيح يكون مناسب لحاجات كتيرة جدا في الحياة إلا في الطب. صحيح، لأن هاي صحة الشخص وخاصة عيني. يعني دكتورة يعني حتى لو يعني الواحد نقص من نظره شوي يحس حياته تأثرت. صحيح. يعني للأسف الشديد إن إحنا في مجال تصحيح الأبصار بيجي لنا المريض بيقول لي هو أنا عايز كذا. صحيح. ما فيش حاجة اسمها المريض عايز كذا، يعني المريض عايز كذا دي
الحاجة في الطب القرار دائما يرجع للطبيب المناسب لمريضه من وجهة نظر طبيبه وليس من وجهة نظر المريض بناء على شيء سمعه أو أراه أو دخل عليه في الإنترنت. صحيح، لأن في أشياء كثيرة تحكم علينا قبل اتخاذ القرار، يعني عملية معينة أو بروسيجر معين قبل ما يسويه الطبيب للمريض، يعني مو بكل حالة تناسبها الحالة اللي انعملت لها للشخص الثاني. دكتور هاني، كلمة أخيرة توجهها خلال البرنامج المستمعين؟ إن هم يعني يثقوا في أطبائهم وما في داعي للهلع من وراء الأخبار ديت، وصراحة وجه الكلمة كمان لوسائل الإعلام إنها تتحرك دقة في نقل الخبر كما من مصادره التي نقل منها وليس أجزاء يعني أجزاء من الخبر بشكل ممكن يكون صادم بشريحة كبيرة جدا من القراء. صحيح، وهي نقطة مهمة جدا دكتور هاني أنت ذكرتها من البداية، يعني أنت على طول رح تتأكد من المصدر الأساسي حتى قبل ما يعني تعرف يعني من عرفت على طول بالموضوع. هالشيء مو بس لوسائل الإعلام، كذلك للأشخاص اللي يتابعون هذه الأخبار، يعني مو بأي خبر يوصلنا على طول نصدق فيه، لازم نتأكد منه من مصدره الأساسي. طبعا، لأن ده كمان في يعني جرح لمصداقية صحيح وهالنوع من العمليات صراحة فاد ناس كثير، ونفس ما قلت ملايين مو بشخص أو شخصين. طبعا صحيح. دكتور هاني سقلا استشاري طب وجراحة العيون بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. أشكرك. شكرا لك دكتور. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص عمليات الليزك، وكانوا يانا الدكتور هاني سقلا استشاري طب وجراحة العيون بهيئة الصحة بدبي. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتكلم اليوم عن دراسة اخترناها اليوم لكم، واللي هي تنصح بعدم تناول الطعام بعد 6 PM. هذه أظني بس تنفع للشتاء لأن خلاص الدنيا شمس غربت، بس فترة صيفنا سبحان الله يعني الشمس تغرب على 7:15 فيحس الواحد بعده في النهار. نرجع للدراسة، وتقول الدراسة أظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللواتي يتناولن العشاء بعد 6 PM هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. وأجرى الباحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية بحثا على 112 امرأة، حيث قاموا بدراسة عادات تناول الطعام لديهن، وتبين بأن المشاركات اللواتي امتنعن عن تناول الطعام قبل 6 PM كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب. وقد تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية لدى المشاركات في البحث باستخدام معايير مثل عدم التدخين، النشاط، التغذية الصحية، تجنب السمنة، والحرص على انخفاض الكوليسترول في الدم وضغط الدم ومستويات السكر في الدم. هالشيء أساس ما تلعب هالأشياء الثانية دور كذلك في البحث نفسه. وبعد الأخذ بالاعتبار المعايير السابقة، درس العلماء عادات تناول الطعام لدى النساء ووجدوا بأن تناول الطعام بعد 6 PM ساهم في زيادة الوزن وكذلك زيادة نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وقدرة أقل على التحكم في نسبة السكر في الدم، وهي عوامل تساهم فعالية في الإصابة بأمراض القلب، لأن الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وكذلك السكر من المؤشرات، يعني إذا كانت مرتفعة عند الشخص يعني إصابته بأمراض القلب تكون أكثر عن الأشخاص اللي ما عندهم هذه الأمراض. وأظهرت النتائج أيضا أن كل 1% من الزيادة في السعرات الحرارية المستهلكة في المساء يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب. وفي دراسة أخرى وجد باحثون في جامعة هارفارد بأن الرجال اللي يتناولون وجبة خفيفة في منتصف الليل تزداد لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، يعني مو فقط للنساء وكذلك للرجال.
بس أشياء ثانية كذلك تلعب دور كبير. نوع الأكل اللي الشخص يأكله كذلك، يعني كل أشياء خفيفة صحية ولا أشياء كانت دسمة وتحتوي على نسب كبيرة من الدهون أو النشويات أو السكريات، هذه الأشياء وايد تلعب دور. كذلك بالنسبة لممارسة الأنشطة الرياضية أو الحركة الدائمة، في ناس بتقولك صعب كيف أوقف من قبل الساعة 6 أو الساعة 6 ويعني بعد النهار أو أنا بعدي مشغولة في أشياء ثانية، أو يعني يقدر الشخص يأكل أشياء معينة تكون خفيفة كذلك، يمارس رياضة يعني إذا متعود يمارس رياضة كذلك يعني في أيامه خلال اليوم أو حتى خلال المساء. بس حتى نوعية الأكل اللي يستخدمها الشخص، يعني كثير تكلمنا عن الداش دايت وتكلمنا عن أن يكون الصحن التغذوي أو صحن الشخص يعني يحتوي على معظم أو كل الأشياء اللي يحتاجها الشخص، سواء بروتينات كربوهيدرات وفيتامينات معادن وكذلك نسبة بسيطة من الدهون إضافة إلى الأملاح اللي نستخدمها نقلل فيها قد ما نقدر، أساس نسبة الصوديوم خاصة للأشخاص اللي يعانون من أمراض معينة مثل أمراض ضغط الدم أو السكري، لأن معظم الأحيان يكون مرض سكري مصاحب مع مرض ارتفاع ضغط الدم، واثنينتهم يلعبون دور في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب، فأشياء كثيرة نحطها في بالنا. عمر الشخص كذلك، يعني ممارسته للأنشطة، يقدر يمارس الأنشطة ولا عنده مشاكل صحية معينة تمنعه أو تقلل من ممارسته للأنشطة، مع أن أشياء كثيرة طلعت الحين حتى اللي ما بقادر يتحرك أو عنده مشاكل في الركبة أو عنده مشاكل في الظهر يقدر يحرك أجزاء ثانية من جسمه وتعطيه نفس الحياة وتعطيه نفس الإفكت أو نفس النتيجة بالنسبة لي إذا اتحرك أو لا. والحمد لله فتحت مجالات كثيرة وايد حتى عند الأشخاص اللي ما يقدرون يمارسون أنواع معينة يمكن سابقا، الحين يقدرون يمارسون أشياء كثيرة أساس وخاصة لتقوية عضلات جسمهم وعدم أن ضعفها في مع مرور الوقت. ثاني شيء، النقطة الثانية أني نركز عليها كذلك نوع الأكل اللي يأكله الشخص خلال اليوم وكذلك خلال بعد الساعة 6 المساء. يمكن في ناس ما تنطبق أو ما يقدرون يطبقونها كتطبيق القاعدة معينة هذه الدراسة، بس كذلك نوع التغذية اللي يأكلها الشخص سواء طول اليوم أو بعد هذه الفترة. في ناس معينة يمكن تتبع نظام غذائي بعد هذه الساعة خلاص ما باكل، بشرب ماء، بشرب أشياء خفيفة ما تحتوي على نسبة سكريات، يعني مثل أعشاب أو ماء أو شيء بسيط، يعني يلقي العصائر أو يلقي حتى الحليب أو الشاي لاحتوائهم على نسب يعني منقول نسب من الدهنيات، نسب من البروتينات أو نسب من السكريات، خاصة الأشخاص اللي يضيفونها لمشروباتهم بشكل يومي. بس كذلك طول اليوم طبيعة أكلي كيف كانت، مو بس بعد الست، يمكن طول اليوم أكلي يكون ثقيل وبعد الست وقفته، فهالأشياء كلها تلعب دور كذلك. نوع الأكل نفس ما قلت لكم. ثالث شيء، إذا الشخص عنده مشاكل صحية أخرى أو على أدوية معينة كذلك، في أشخاص بيقولوا لي ما نقدر ناخذ أو ما نقدر نوقف أكل من بعد الساعة 6، نقدر لأن على أدوية معينة لازم أخذها في هذا التوقيت أو يعني أشياء معينة أخذها في هذا التوقيت، أو الأشخاص اللي دواماتهم ما تساعدهم مرات تكون الدوامات تكون مسائية، في مرات تكون دوامات مسائية فيحتاج الشخص على الأقل ياخذ شيء خلال دوامه المسائي. عندنا مداخلة. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور. هلا أخوي. سمحتي، أنا أولا يعني أستمع دايما برنامجكم وأشكركم على هالتوعية اللي تقدمونها، ما شاء الله ممتازة جدا. حياك الله. ومفيدة جدا وما قصرتوا. ولكن يعني نحن لو نرجع لأرض الواقع، صراحة أنا كواحد يعني من جريب بديت كن راجع في عيادات هيئة الصحة في دبي. نعم. فألقى يعني ما في اهتمام بالحالات الصحية، يعني ما يحسسونك أنك أنت مريض وتبغي عناية وأمور مثل هذه. على سبيل المثال طبعا أنا حاولت أخذ مواعيد، أنا كنت أعالج في عيادة سكر في مكان ثاني. نعم. وبغيت أنقل أن أتعالج في هيئة الصحة. نعم. فما ألقى مواعيد أولا، وبعدين اضطريت أخذ التسلسل الطبيعي أني أصير عيادة
عندنا في منطقتنا في المزهر نحن. نعم. وسووا لي التحاليل ما قصروا وكذا بالأمور الطبيعية. زين طلع عندي تراكم السكر 9.5، فهذا يعتبر عالي جدا يعني. صحيح وعالي. زين نعم. عالي. فقال للدكتور بنحولك على اختار تبغي مستشفى دبي ولا راشد ولا عيادة الصحة. طبعا عيادة الصحة ما في مواعيد إلا بعد 7 شهور أو 8 شهور. فقلت لها أنا مستشفى راشد. أعطاني الرقم اللي أطلب فيه الموعد. نعم. وطلبت موعد وبواسطة بعد من مدير عندكم هناك. أعطاني الموعد تاريخ 27 الشهر، وأنا قبل 10 أيام كنت عنده. زين الدكتور ما اهتم فيه يعني، ما قال هذا خلال من يوم مقابلتي إلى يوم الموعد. زين وسكره عالي، شو بياخذ دواء؟ شو أعطاني علاج؟ لا أعطاني دواء ولا أعطاني علاج. أنا صرت أخذ علاج بكيفي يعني أو معرفة. نعم. فأنا ما ألاحظ يعني بقدر التوعية اللي أنتم تقدمونها واقعية في العلاج في 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 المراكز الطبية مثلا. يعني أنا تركني شهر لا علاج ولا دواء، هاي يعني طبيعي كذي في المستشفيات؟ لا هو مو طبيعي. انزين أخويا ثواني بس، سكرك كم؟ قلنا المعدل التراكمي 9.5، بس بعد نركز على نسبة سكر كم خلال إجرائك للتحليل، سواء سكر الصيام أو سكر بعد الأكل. 280 كان الصيام. 280 اتعالجت على الصيام في العيادة ولا لا؟ لأن في ناس لا. كذلك ما أعطاني شيء. أنا يوم قال لي بنحولك، افتكرت أنا يوم بتصل بالرقم اللي هو أعطاني إياه يعني باكر ولا ورا باكر بيقابلوني، لأن حالة مسألة اضطرارية. لو أدري أن يعني أن بعد شهر أنا برجع بقول له ما يصير أنا أروح عنك كذي بلي علاج بلي دواء بلي شيء. لأن أيوة نسبة السكر عندنا كبيرة جدا سواء في إمارة دبي أو في الإمارات الثانية، فعدد مرضى السكر كذلك كثير، عدد كذلك الآن كنترول. لا هذا مو بعذر، هذا أنا بقول لك هذا مو بعذر. لا هذا لا ما قلت أنا، خلني أكمل وياك شوي. إنزين فعشان كذي أن لقيت الموعد في هذا في هذا في هذا التاريخ، وهو صح أنا وياك أنها كانت بعيدة، فنحن إن شاء الله بنتواصل وياهم في مستشفى راشد وبنتواصل وياك إن شاء الله أساس نسهلك الوصول لهذه الخدمة. أنا ما أتكلم عني أنا، الناس ثانيين بعد الناس كذلك. أنا عشان كذي اليوم شجعت وكلميتكم. في ناس ما يتكلمون، في ناس ما تتكلم بس وسائل زي، في ناس ما تقدر تتصل على التلفزيون أو الإذاعة. هذا الدخاتر عندهم وعي عام، عندهم ثقافة مثل ما أنتم توعوننا جزاكم الله خير. وعوا الأطباء اللي عندكم أن إذا لين ما يحصل موعده يأخذ علاج. أخوي العيادات موجودة في كل مناطق دبي، فيقدر الشخص يوصل للعيادة يوصل صوته حتى لو هو ما يتكلم يوصل صوته. الابليكيشن كذلك موجود لسهولة الخدمة لأي شخص كان موجود في والله هذا الشيء. تقولين يوصل 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 ويظهر بلي فائدة. لا إن شاء الله هذا دليل أخوي، وكذلك ازدحام العيادات والمواعيد الطويلة هذا دليل كذلك على إتقان الموظفين لعملهم كذلك، لأن الناس ما بتي المكان وبتكون مزدحمة فيه إلا إذا كان عارفة تقنية الشخص اللي موجود في المكان. إن شاء الله بنتواصل عندنا رغمك، وإن شاء الله بنتواصل وياك وحياك الله. حياك الله. مستمعينا رادين، الحين بنتكلم عن موضوع العيادات التطوعية بمستشفى لطيفة، ويانا الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، وضمن الجهود المستمرة لهيئة الصحة بدبي بمناسبة عام التسامح تواصل العيادة التطوعية بمستشفى لطيفة تقديم خدماتها المجانية المتعددة للمرضى المعسرين في مختلف الأعمار والجنسيات، وبنتحدث عن هذه العيادة مع الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ سالم. خير والنور على اختيارك. الحمد لله الحمد لله. طبعا هالنوع تذكرونا أنتم ما شاء الله. ما سمعك. تذكرونا كل ما لازم ما نستخني، لأن دوركم صراحة يعني الله يعطيكم العافية دوركم جدا كبير، وخاصة يعني مهما نتكلم عن العطاء والشخص اللي يعطي بدون مقابل، يعني الكلام جدا قليل على الأشخاص اللي يعطون بدون مقابل، وخاصة في الأشياء التطوعية طبعا.
هي فحابين نتكلم أكثر عن فكرة عامة عن هالعيادة والخدمات اللي تقدمها للمرضى كذلك. طبعا هيئة الصحة دائما تحرص تقدم خدمات متميزة يعني، خاصة في البرامج نقول احنا التطوعية والإنسانية. ففكرة العيادة التطوعية طبعا نبعث من خلال الأخوان أو المستشفى لطيفة أن كان عندهم رغبة في أنهم يطلقون عيادة، يعني عيادة تطوعية تخدم فئة معينة اللي هي عيادة تخصصية تقريبا اللي هي أمراض النساء يعني. فجت الفكرة بالتنسيق ويانا يعني على أساس أن يكون الدعم من خلال طبعا مؤسسات المجتمع، ويكون الصندوق الصحة يعني الداعم للمبادرة هذه يعني. نعم أستاذ سالم، منو هم المرضى اللي بتستهدفونهم من لهذه العيادة؟ طبعا احنا شفنا استعداد مستشفى لطيفة، وشكل ما تعرفين مستشفى لطيفة تخصصي يعني أمراض نساء أكثر شيء يعني. فكانت الفكرة أن نحن نركز على أمراض النساء في المرحلة الأولى يعني في عام الخير تقريبا لما أطلقناها، وعام زايد لما أطلقنا المبادرة كانت ركزت على الفحوصات العامة، بعض العلاجات البسيطة بالنسبة لمرضى النساء يعني، بالنسبة للأمراض يعني بشكل عام أمراض النساء بشكل عام يعني. ممتاز. في شروط معينة للاستفادة من هذه من خدمات هذه العيادة يعني الشخص إذا بيل؟ طبعا احنا المتقدمين للعيادة هذه طبعا يفرزون من خلال الأخصائية الاجتماعية في مستشفى لطيفة. نحن هني لأن عيادة تطوعية برنامجها هي يعني يبدأ بعد الدوام الرسمي للأطباء والإداريين والتمريض يعني عيادة متكاملة تقريبا، تبدأ بعد الدوام الرسمي للأطباء، وإحنا خصصنا لها يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الأربعاء تقريبا من بعد الدوام الرسمي يعني بعد الهنتين ونص تتغير العيادة تستوي عيادة تطوعية. طبعا الشروط يعني اللي حطيناها نحن طبعا أن الحالة طبعا المريض يكون يحتاج هالنوع من العلاج، ثاني شيء يكون معسر. بعض المستندات احنا يعني على اساس ان نهون على مرضى بعض المستندات اللي ما نقدر ندخله في العيادات العاديه والبرامج العاديه ندخله عن طريق العياده التطوعيه هذه يعني. نعم ممتاز. طبعا استاذ سالم، بالنسبه للكوادر الطبيه في هذه العياده بتكون من مستشفى لطيفه ولا من مختلف مستشفيات الهيئه؟ هو مفتوح المجال، بس الحين كان التركيز كان من مستشفى لطيفه لانه قلنا احنا امراض تخصصيه صحيح. فالاطباء اللي كان عندهم استعداد كانت من الدكتوره نفسها اللي هي دكتوره مديره المستشفى، هي اول وحده تكون في موجوده في العياده. ممتاز. منى تهلك والتيم مالها يعني. ممتاز. غير الدكاتره التخصصيين يعني اللي هم للاورام او للامراض الثانيه. فالحمد لله انه كان الاستعداد موجود من المستشفى نفسه في الفكرة هذه يعني، وهم داعمين رئيسيين يعني. ممتاز. وهم احنا يعني قدرنا نوفر الدعم المالي لمثل هاي البرامج يعني. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذ سالم باللاحج. الله يسلمك. شكرا الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. جزاك الله خير. مشكور. هذا بخصوص آخر فقرة من فقراتنا اللي هي العيادة التطوعية بمستشفى لطيفة. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لبرنامجنا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج نمر محمد. نلقاكم إن شاء الله باكر. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.